في الهدنة هنحكي، وإن شاء الله الطول، ونسمع ونقول في حاجات كتيرة ما هنكون عارفينها، حاليا ما ضروري نعرفها. احنا دارين سلام يلم لنا كلي، دارين نتوقف كل ما بعثر هذا الوطن. لو قلنا لك عرف لنا الهدنة هتلاقي لها تعريفات جميلة كثيرة، لكن احنا بعد 15 ابريل بنكون بحاجة للهدنة عشان ندفي الناس ماتوا، عشان نجيب علاج لناس ما يموتوا، عشان نسفر ناس ما يموتوا، عشان نلاقي مستندات وورق مهم شديد يدينا امل في الحياة. الهدنة كلمة كبيرة جدا بقينا نستناها كلنا كسودانيين، وللأسف دايما بتخان ومنلقى تطبيقها بحسن. كنا بنسمع الهدنة ورا الهدنة وبنتمناها إن تكون مثال للأمل للسلام اللي عمنا كلنا ويكسب فيه السودان. عشان كذا هدنة بودكاست. أهلا بكم، معك مهند منير. نحاول مع بعض نقعد نتذكر الحاصل اللي بنتمنى انه يتنسي، بنتمنى انه ذاكرتنا تنتهي تماما من الواقع اللي احنا فيه. يوم 15 ابريل كان ممكن يكون يوم عادي جدا في تاريخ اي سوداني، بياخد السبت اوف وبنوم في البيت، والدنيا رمضان حينوم وقت طويل كويس جدا، يصحصح بعد كده يشوف صلى الظهر وصلي العصر، وبعد كده يشوف حاجات البيت ويفطر ويشوف بعدك التلفزيون فيه شنو، الناس اللي بتحضر محمد رمضان، الناس بتحضر طاش ويمشي يشوف الشباب وين، يوم انتهى يمشي لحد يشوف شغله. لحد اللي سواجه على قد كل الناس فجأة صحينا الصباح بأمر دانات وبأمر طلق والرصاص والأصوات غريبة جدا، يمكن أغلب سكان الخرطوم صحوا بالحرب، ما صحوا من الناس، صحوا لقوا تلفونات كثيرة ضربة اليوم، لكن عشان يوم أوفى بيوم التلفونات سايلن. أنا نفسي صحيت وطوالي ثلبت على التلفزيون عشان أتأكد تماما إذا بسمعه ده حقيقي. صراحة أصوات غريبة أول مرة أسمعها، سمعنا أصوات على الرصاص لكن ما سمعنا أصوات على الدانات كثيرة. تأكدت من الخبر إنه الجنرالات خلاص، سميتها في هاشتاقات كثيرة جدا حرب المجانين. هو المجانين هنا مع احترامنا الكامل لمن فقد العقل يعني لأنه ما بيده، لكن في اللي بيفقد عقله عشان لحظات، عشان نشوة بتاعت سلطة، عشان شنو؟ عشان يحكم منه. فده كان حصل، ده كان نوع من أنواع الجن أعتقد كل ما حدث في الخرطوم وما يحدث ولسه حيحدث. كنا نتوقع إنه الحكاية زي يوم العمليات اللي كان في الرياض، الدعم السريع مع هيئة العمليات لجهاز الأمن وينتهي في نفس اليوم، زي مصنع المفرقعات لما فرقع قبل 20 سنة أظن، المستودعات اللي جنب القيادة أو ضربة اليرموك، أو يعني توقعنا حاجة بتنتهي في نفس اليوم زي أي دوكشمان كده بيحصل يعني، لكن الموضوع كان تبال وتبال وتبال أو أيام طويلة جدا. والأسوأ هو الحاجات اللي حتبقى أطول وأطول اللي ما حيمحي الزمن يعني. اليوم الأول كلنا بنتذكره، اليوم الأول لأي شيء دائما بيكون خالد في الذاكرة، وسبحان الله جه في أيام في رمضان يعني شيطان الحرب كان قوي جدا يعني، رمضان ذاته ما قدر إنه يتفاهم معه وخلد معانا للعيد، وكان عندنا نظرة تفاؤلية أو عند ناس كثيرين نظرة تفاؤلية، أنا ما كانت عندي في وقتها. نحن صلنا العيد في الفسحات، وصلاة العيد ذاتها ما قامت في جوامع كثيرة وفي فسحات كثيرة، لأنه اللي بيحصل كل يوم بيحصل كل يوم، كان في الخرطوم وما زال. ما أعرف حتسمع التسجيل دمتين، ما أعرف أنا أصلا بنسجل ليه، لكن هي أيام صعبة. يمكن عشان تعودنا في الإعلام إنه نطلع أفكار ونتباحث مع ناس حوالينا نقول أفكارهم برضو، لو بقت الحاجة اللي هتنزل يوتيوب ساوند كلاود فشاركونا برضو،
اليوم الأول في الحرب، واحد من أصعب الأيام اللي بيعيشها الإنسان. ما كان خالص في الحسبان اللي هنعيش اليوم الأول في الحرب. مهند منير.